مع مهند الخطيب. الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت غرينتش. حوار الليلة من سكاي نيوز عربية ونتابع فيه. رغم كل الإجراءات الأمنية التي تسبق الانتخابات، بغداد تهتز على وقع سلسلة من التفجيرات. فأين ذهبت تبريرات عملية الأنبار بمنع وصول الإرهاب إلى العاصمة العراقية؟ بررت الحكومة العراقية حصارها وهجومها على الأنبار بضرورة القضاء على الإرهاب المتمثل في ترويع المدنيين وشن الهجمات الانتحارية، وخاصة في بغداد. بعد مرور شهرين على هذه العملية، لا تزال العاصمة العراقية تعيش على وقع هذه التفجيرات. فهل فشلت عملية الأنبار أم أنها كانت مجرد ذريعة للانقضاض على معقل من معاقل المعارضة؟ نتابع أيضا في الجزء الثاني من حوار الليلة. المعارضة السورية المسلحة تتراجع في منطقة القلمون شمالي دمشق، والجيش السوري يحكم قبضته على عدد من البلدات بدعم ومؤازرة من عناصر حزب الله اللبناني. بعد اندلاع الحرب في سوريا، نجح مسلح المعارضة في نقل عملياتهم إلى العاصمة دمشق وضواحيها، وسيطروا على عدد من البلدات المحيطة لتصبح العاصمة شبه محاصرة. لكن الجيش السوري نجح مؤخرا في تخفيف هذا الحصار وإعادة السيطرة على المناطق التي خرجت عن سيطرته، وخاصة في القلمون. قبل أن نبدأ النقاش، هذا موجز من الأنباء. عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا بالقاهرة بناء على طلب من الفلسطينيين، وأناقش الوزراء خلال الاجتماع مصير مفاوضات السلام مع إسرائيل، خصوصا بعد رفض تل أبيب الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وقال متحدث باسم السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس طالب بدعم سياسي ومادي للموقف الفلسطيني. قالت مصادر أمنية عراقية أن سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة ضربت عدة أحياء في العاصمة العراقية بغداد. وأكد مراسلنا أن 8 سيارات مفخخة انفجرت، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. كما شهدت محافظة واسط سلسلة تفجيرات أوقعت قرابة 30 قتيلا وجريحا. سنتابع قضية التفجيرات في العراق بمزيد من التفصيل بعد قليل في الجزء الأول من حوار الليلة، مع ضيفينا في الاستوديو في أبو ظبي مدير مركز صقر للدراسات الاستراتيجية الدكتور مهند العزاوي، ومعنا أيضا من بغداد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري. أفاد مراسلنا في العراق أن الجيش بدأ عمليات قصف جوي على أحياء عدة في مدينة الفلوجة. يأتي هذا في إطار العملية العسكرية التي بدأها الجيش العراقي في محافظة الأنبار للقضاء على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في هجوم بسيارتين مفخختين انفجرتا في شارع الخضري وسط مدينة حمص، ولم تتبنى أي جهة هذين التفجيرين. دخلت قوات الجيش السوري بلدة رنكوز في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المعارضة. لكن مصادر المعارضة أكدت أن القوات الحكومية دخلت أجزاء من البلدة فقط بعد غارات عنيفة وقصف مدفعي بدعم من حزب الله اللبناني. دخلت قوات الأمن المصرية حرم جامعة الأزهر للسيطرة على أحداث شغب أثرها طلاب جماعة الإخوان بعد قطعهم الطريق بمحيط الجامعة. وفي جامعة عين شمس قامت قوات الأمن بإغلاق الطريق أمام الجامعة بعد وقوع اشتباكات بين طلاب الإخوان وأمن الجامعة. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تمسك بلاده بأجندتها فيما يخص ملفها النووي. وفي ختام الجولة الثالثة من محادثات فيينا، قال ظريف إن طهران توصلت إلى تسوية مع القوى الكبرى بخصوص 60% من القضايا المتعلقة بملفها النووي. كانت هذه أبرز الأخبار، نتابع الآن حوار الليلة. العراق، تفجيرات تطيح بمبررات عملية الأنبار، هذا هو موضوع الجزء الأول من حوارنا هذه الليلة. أرحب من جديد بضيفينا، معنا هنا في الاستوديو مدير مركز صقر للدراسات الاستراتيجية الدكتور مهند العزاوي، معنا من بغداد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري.
أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك. مرحبا بضيفي أستاذ محمد في بغداد، سأبدأ معك. مساء الخير بداية. يوم دامي آخر تشهد بغداد وعدد آخر من المدن والمناطق العراقية، 8 سيارات ملغومة اليوم انفجرت في أحياء الصدر، الكاظمية، الشعب، الشماعية، الكرادة وغيرها. 3 سيارات ملغمة انفجرت في الكوت والنعمانية بمحافظة واسط جنوب بغداد. بالأمس 19 قتيلا على الأقل في أعمال عنف بمحافظات ديالى، صلاح الدين، نينوى وكركوك. كيف نفسر استمرار هذه الموجة على الرغم من ما تقوله الحكومة عن جهود مبذولة وبشكل كثيف للتصدي لهذه الظواهر؟ أهلا بك أخ مهند، تحية لك ولمشاهدي سكاي نيوز وتحية لضيفك الكريم. بكل تأكيد سيدي الكريم، يعني الوضع في العراق هو ليس غريب عليكم وليس غريب على كل المشاهدين. هناك إرهاب وإرهاب شرس، وهناك منظومة إقليمية تتعرض معظم الدول المجاورة إلى عمليات إرهابية. لذلك هو ليس عملية تبرير، ولكن ما يحدث في العراق أنه هناك عمليات عسكرية تستهدف هذه التنظيم في محافظة الأنبار وفي مناطق أخرى، وبكل تأكيد في العلم العسكري أنه تفتح أكثر من جبهة وتفتح أكثر من مكان من أجل تشتيت القوة وجلب الانتباه إلى مناطق أخرى، وبالتالي هم يسعون منذ فترة طويلة إلى فتح جبهات في شمال بغداد، في حزام بغداد، في مناطق في ديالى، في جرف الصخر. نعم يوم دامي وللأسف، ولكن هذا يذكرنا بهذا اليوم، هو ذكرى سقوط النظام. وبكل تأكيد هناك عملية سياسية، هناك تقاطعات، هناك حملات انتخابية، هناك كثير من التداخلات التي تحدث الآن في الساحة العراقية. وكما قلت لك هو ليس تبرير، بل هي خرق وخروقات أمنية، ولكن واقع الحال يقول في الميدان أن هذه التنظيمات الإرهابية لديها دعم ولديها بعض الحواضن التي تساعدها في الداخل، وتتلقى الأموال وتتلقى الدعم، وخاصة الدعم المعنوي والإعلامي، وكثير من المواقع وكثير البعض من وسائل الإعلام تروج لهذا. لذلك مسألة الاستهداف أعتقد أنها ترتبط بهذه المناسبات، مناسبة سقوط النظام ودخول القوات الأمريكية، وهذا تاريخ معروف. فبكل تأكيد كنا نتوقع أن تحدث، وكثير من هذه الهجمات بالمناسبة أحبطت، كانت أكثر من عملية، أكثر من 5 سيارات أخرى. أنت تطرقت في حديثك عن عدد العجلات، ولكن هناك عجلات تم أفخاخ أبطال مفعولها، وهناك عناصر تم قتلهم. وأنا كنت في اتصال الآن مع بعض القادة الميدانيين قبل أن أحضر إلى الاستوديو. كان هناك اليوم يوم يعني نشاط كثيف لهذه التنظيمات، واعتقد ان المناسبه واضحه. وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات تجد هناك الخلافات السياسيه التي تؤثر، وخاصه استغلال وسائل الاعلام التي تؤثر على كثير من بعض المناطق وبعض الاخوه، وبذلك مساله التهديد الامن السلمي للمواطنين. طيب. للاسف يعني يكون هم الضحيه. لو نظرنا بشكل سريع انه هذه الهجمات معظمها لاسواق ولمطاعم، وانت تدرك ما هي الغايه منها. استاذ محمد، تطرقت الى يعني كل العوامل تقريبا، تحدثت عن المنظومه الاقليميه والربط بين ما يجري في العراق وما يجري في مناطق اخرى، تحدثت انه هذه التنظيمات لديها دعم ولديها حواضن محليه، تحدثت عن كل شيء ما عدا عن شيء واحد اساسي يعتبره الكثير من العراقيين، وهو انسداد الافق السياسي في البلاد اليوم. البعض او الكثير يعتقدون بان هذا هو سبب وسبب اساسي فيما يجري في العراق اليوم، ما رايك؟ احسنت، انا قد اكون معك في هذا. يعني نعم، كل ما تكون من المنطق ومن الواضح، كل ما تكون هناك خلافات سياسيه وعدم انسجام ينعكس سلبا على الشارع بكل تاكيد، لكل مكون ولكل قوائم سياسيه ولكل كتل سياسيه لديها جمهورها، وبالتالي يتحسس، وبالتالي يتاثر بما يتم طرحه في وسائل الاعلام، وبالتالي هناك كثير من المشاكل تحدث نتيجه. ولكن سيدي الكريم، في العلم العسكري نعم، يعني تتحدث عن الهجمات، التفخيخ وغيرها، هذا نتيجه الخلافات السياسيه واستغلالها من قبل هذه التنظيمات. هي تستغل، يعني تستغل بالمناسبه عندما يكون هناك تصعيد سياسي انه تضرب منطقه على سبيل المثال سنيه حتى تتهم الشيعه، وتضرب منطقه شيعيه حتى تتهم السنه، وبالتالي فهم الوحيدين المستفيدين من هذه الحاله. ولكن في بعض الحالات عندما يكون هناك عدو محدد،
أعتقد أنه لا يوجد حل عسكري، توجد هناك مواجهة عندما ينحصر العدو في مكان معين. وأعتقد ضيفك ذو خلفية عسكرية ويدرك هذه الحقيقة، أنه عندما يكون هناك عدو محدد في منطقة محددة لا تصبح هناك، ليست عملية سياسية بل تصبح مواجهة عسكرية. ولكن ما تفضلت به نعم، عندما نعم العراق بفترات يعني خلال 2009 و2010 باستقرار سياسي وانسجام سياسي، تجد أنه هناك تعاون سياسي. هذا ينعكس أيضا، سؤالك ذكي وحساس، أنه ينعكس حتى في إقرار الموازنة مثلا، في إقرار المشاريع والقوانين التي تدعم القوات المسلحة. عندما يكون هناك خلاف بكل تأكيد هناك مكونات تنسحب ولا يتم إقرار كثير من قوانين لوزارة الدفاع للداخلية لجهاز مكافحة الإرهاب. الموازنة غير مقررة، يعني أنت الآن تريد أن تكمل منظومة تسليحك. لو كان هناك انسجام سياسي بكل تأكيد كان كثير من القرارات وكثير من الأمور قد تسير ويكون دعم للقوات المسلحة. وبالتالي فالسلطة التشريعية أن تراقب بشكل طبيعي، وهذا ما نتمناه يعني. طيب أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مهند العزاوي، مرحبا بك معنا من جديد دكتور مهند. ما رأيك، هل هو العدو أولا في منطقة محددة؟ هل العوامل التي تطرق إليها الأستاذ محمد العسكري هي عوامل على الأقل الأمنية منها هي ما يعني يتسبب في وقوع ما يقع اليوم في العراق؟ كيف يمكن إجراء انتخابات في مشهد من العنف، من الانسداد في الأفق السياسي، في من الفوضى العارمة التي تضرب البلاد للأسف؟ ما رأيك في كل هذه الأمور؟ يعني بلا شك أخي مهند، يعني كثير من الأمور اللي تطرق لها الضيف هي حقيقية، هي واقعية ضمن الواقع العراقي. ولكن مشكلة العراق تقع في جانبين أساسيين. الجانب الأول هو الجانب السياسي اللي حضرتك تفضلت فيه. يعني مسألة التعايش السياسي مفقود في العراق. هناك صراع على المناصب، هناك صراع على السلطة، هناك اختلاف، هناك محاولة لتلبيس الكثير من الأمور ذات الاستحقاق الأساسي إلى عداء سياسي. ما يعطيك انطباع أنه استخدام ينعكس على استخدام الموارد، وهو الجانب الثاني هي الاستراتيجيات واستخدام الموارد في العراق. عندما نتكلم عن رسم الاستراتيجية الأمنية في العراق فيها خلل واضح المعالم كبير جدا، لأنه الأمن وليد الدفاع. ما لم تحكم الدفاع من الخارج لا تستطيع أن تحقق الأمن في الداخل. هذه مشكلة لدى العراق. حدود العراق تكاد تكون يعني غير يعني محكمة بالشكل الصحيح. لا ننسى أنه مسألة فتح أكثر من جبهة في مكان آخر هو تشتيت القوة والجهود، وبنفس الوقت لا يمكن القفز على حقيقة أنه هناك كانت مطالب يعني للآخرين. جرى تغافلها وجرى توصيف العدو بشكل هلامي كبير واسع، بحيث أصبح مناطق كبيرة توصف بالعدو. وهذا حقيقة يعني على الأقل مقتل الفلسفة الأمنية. عندما تشتت فكرة العدو أينما يكون، لابد أن تخصص ولابد أن تفصل الحواضن يعني عن العناصر الإرهابية. ولا يمكن القفز على حقيقة أستاذ مهند أنه الإرهاب ليس فقط تنظيمات إرهابية، هناك ميليشيات إرهابية الأخرى هي الطائفية التي تعبت في ديالة وتعبت في بغداد وتعبت في كل مكان. هنا مسألة التوصيف مهمة جدا في 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 اتخاذ القرار الأمني والاستراتيجي العسكري بنفس الوقت. وأنا أعتقد هو أصبح يستنزف ويهدر الموارد بنفس الوقت، لأنه الرؤية غائبة من وجهة نظري. طيب أستاذ محمد، أعود إليك مرة أخرى. يعني في أكثر من مرة أعلن السيد نوري المالكي ما يشبه الانتصار في الحملات العسكرية في الأنبار تحديدا، ولكن بعد كل مرة يعلن فيها هذا الانتصار تعود الكرة مرة أخرى وترجع الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه. لا أستاذ مهند، يعني أنا أتحدث لك بكل وضوح وكل صراحة. يعني أنا في الميدان ومعايش الحالة كما هي، وقبل أيام رجعت من الأنبار. يعني عندما تكون هناك، وضيفك قد يدرك هذه الحقيقة بشكل واضح، عندما تكون هناك سطوة كاملة في فترة معينة لأكثر من عام على محافظة هي تمثل ثلث مساحة العراق وتسيطر على كثير من المناطق، عندما يتحقق انتصار، والانتصار هو ليس المقصود فقط الانتصار العسكري اللي تحدث به السيد رئيس الوزراء، بل هو المقصود التحول الوطني الذي عندما يبدأ أبناء العشائر ويبدأون بالتعاون مع القوات الأمنية والقوات المسلحة بطرد هؤلاء وعدم السماح للأجانب الذين جاءوا من خارج الأنبار. وبالتالي فهذا شيء يعني نجاح حقيقي، يعني أنا لمسته بأم عيني، يعني لا أتحدث أنا. ولكن أنت كيف يمكن الحديث عن نجاح حقيقي أستاذ محمد اليوم؟ نعم. مدينة مثل الفلوجة خارجة عن سيطرة الدولة منذ فترة طويلة، كيف يمكن أن نقول أن هناك نجاح؟ صحيح. أنا سأجيبك.
السيد الكريم ضيفك عراقي ويعرف هذه الأنبار الرمادي تختلف عن الفلوجة. كان القرار أنه تقتحم في أول مرة الفلوجة ومن ثم الرمادي، ولكن أقول لك وقد يكون هذا الكلام يعني ممعن كثيرا، يعني عندما نوقش هذا الأمر أنه وجدنا أنه الأنبار أولا الرمادي هي الأكبر والرمادي هي عاصمة المحافظة، هذا جانب. استجابة المواطنين هاي نقطة مهمة وضرورية، استجابة المواطنين وتحمسهم لطرد داعش كانت أكثر، لذلك كان القرار على أكثر من الفلوجة. صحيح الفلوجة نعم 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 هذا ما أقصده. في الفلوجة أستاذ مهند أتحدث لك باختصار شديد وأنت متابع للملف العراقي منذ عام 2003 إلى اليوم. في الفلوجة عندما كانت هناك عمليات عسكرية في أكثر من مكان في الرمادي، عندما تعرضوا لتحدثت عن سؤالك السابق أنه السيد مالك قال انتصار، نعم انسحبوا من الأنبار ودخلوا إلى الفلوجة وتحصنوا فيها، وكان القرار أنه الدخول إلى الفلوجة. فمعظم العرب الوافدين من الخارج من شمال أفريقيا وغيرها هم الآن في الفلوجة. نعم الفلوجة هي تحت سيطرة تنظيمات داعش الإرهابية، أنا أقول لك، والقوات العراقية فقط تضرب طوق على هذه المدينة، وبالحقيقة معدة أكثر من خطة، وخاصة بعد قطع المياه وغيرها كانت خطة معدة. فأنا باعتقادي أنهم هم فتحوا الماء من أجل أن يكون مانع طبيعي، لأنه شعروا هناك عملية ستكون قريبة على الفلوجة، وعندما شعروا بوجود خطة حقيقية ستقوم بالدخول إلى الفلوجة قاموا بفتح هذه المياه. لذلك أقول لك هناك احترام للحكومة المحلية ولمشاعر الناس. ضيفك الكريم والمشاهدين وأنت تدرك أنه الجيش عندما يدخل بكثافة نارية يؤمن إسناد ناري كبير، لذلك تكون الخسائر كبيرة. مدينة الفلوجة معلوماتنا الاستخبارية كثير من البيوت مفخخة، كثير من المقاتلين الانتحاري الموجودين، لذلك هي أعطاء فرصة للحكومة المحلية والوجهاء بأن يعزلوا هؤلاء أو يطردوهم، أو بالتالي يكون هناك حل. ولكن آخر هذا الوصف أستاذ محمد يعني يعطي انطباع بأن الفلوجة بكاملها تحتضن هذه الجماعات، يعني وإلا كيف يمكن أن تكون هذه الجماعات مسيطرة منذ فترة طويلة؟ كيف يمكن تفخيخ هذه المنازل؟ كيف يمكن أن تبقى هذه المجموعات إذا لم يكن هناك يعني احتضان شبه كامل لمثل هذه التنظيمات؟ أستاذ مهند أنا قلت لك أتحدث بوضوح وبصراحة. أولا في الرمادي يختلف الوضع في الفلوجة، نعم الحواضن في الفلوجة قد تكثر وتقل في الرمادي بشكل عام، ولكن معظم الناس مغلوب على أمرهم والحق لهم. عندما يكون هناك من يحمل السلاح في أي منطقة، بالتأكيد لو الدولة حملت السلاح في الفلوجة بالتأكيد المواطن مع الدولة يريد الأمان، ولكن عندما يكون تحت تهديد السلاح بكل تأكيد لا يستطيع أن يعمل شيء. هذا ليس اتهام لأهالي الفلوجة الكرام، معظم أهالي الفلوجة هم ناس ضد القاعدة ويرفضون القاعدة ويرفضون داعش، ولكن واقع الحال يجبر عليهم بعض الحالات، يجبر عليهم عندما يهدد بالسلاح، عندما يطرد من منزله أو هو يخشى على عائلته ويخرج من الفلوجة، وبالتالي هم يقوموا بتفخيخ منزله. لا أقول أن أهالي الفلوجة يحتضنون هؤلاء، ولكن هم احتلوا الفلوجة، هؤلاء احتلوا الفلوجة بقوة السلاح، لذلك هم مواطنين مسالمين. عندما كان هناك عدم وجود جيش وكانت أحد المطالب وخرجت قوات الجيش إلى ثكناته وبقت فقط الشرطة المحلية، تسللوا هؤلاء إلى الفلوجة واحتلوا على مقدرات الناس، ونحن نلتقي بأهالي الفلوجة الكرام. أرجوك أنه لا تفهم هذا كلامي، أنه أقصد أنه طيب. في كلامي أنه تعرض إلى وطنية أو مشاعر، على العكس أهل الفلوجة وأهل الأنبار هم أول من رفع السلاح وأول من قاتل القاعدة وأول من نادى بوحدة وسلامة العراق، وهذا شيء لا زيادة فيه ولا أنا ولا غيري يستطيع أن يزايد على أهالك، ولكن الظرف الحالي الذي تعيشه مدينة الفلوجة هو الذي يحتم على الناس أنه ليس لديهم حل. هم ينتظرون الحل من الحكومة، والحكومة تنتظر الحل من رؤساء العشائر ومن المواطنين حتى يساعد الحكومة لطرد هؤلاء. دكتور مهند ما رأيك؟ يعني سؤال بسيط، لماذا تحتضن مثل هذه المجتمعات تنظيمات إرهابية ضد حكومتها المركزية؟ يعني ما هو التفسير برأيك؟ يعني لابد أن نرجع لتاريخ الأحداث، يعني ما ممكن نتكلم بهذا الوصف. أنا أختلف مع الضيف في هذا الموضوع تماما، لأنه قد يمتلكوا المعلومات بهذا الشكل وليس كل المعلومات دقيقة، هناك في تمحيص المعلومات وتصنيف.
أنا بالنسبة لي يعني نتكلم عن شرارة الوضع اللي ما هو إزالة الاعتصام بالقوة واعتقال النائب العلواني، هكذا هي عندما هذه البؤرة لو كانت بهذا الشكل الذي يتكلم به الضيف أنه مشخصة بهكذا أشخاص، لا يمكن يعني أن تربط بين الرمادي والفلوجة بهالسرعة يتحولون هؤلاء الأشخاص من الرمادي إلى الفلوجة، وكذلك من مسافات الذي قيل أن الجيش كان يحارب داعش في مسافة 300 كيلومتر عن الأنبار، وخلال يوم يقولون أنه داعش سيطرت على الأنبار. في خلل في المعلومات، في خلل في نقل المعلومات خصوصا من عناصر شيوخ العشائر، البعض منهم مستفيد والبعض منهم منتفع والبعض الآخر غير يعني غير راضي على هذه الشخصيات. وبالتالي في العراق سهلة جدا أن تستخدم قانون 4 إرهاب، بإمكانك تعلم أنه هذا القانون استخدم سياسيا كثيرا، وكذلك حتى الوصف داعش ليس هي يعني صناعة داخلية، هي صناعة مخابراتية خارجية وتلعب أدوارها، ومبرر مبررات صناعة الإرهاب وتجارة الأمن القومي. هكذا ننظر لها على مستوى الفكر، وأما على مستوى تطبيق الوسائل كان يفترض من الدولة أنها تشخص هكذا موارد خارجية واردة. لو تكلمنا عن قبل شوي قلت لك الدفاع وليد الأساسي هو الأمن، لو أحكمت السيطرة على الحدود العراقية وبشكل ما ممكن هؤلاء العرب كيف يعني بالطائرة ولا إنزال جوي كيف ينزلوا هؤلاء العرب؟ عندما نتكلم عن وقائع على الأرض، في 400,000 واحد أو 500,000 شخص من الفلوجة غادروا الفلوجة، نتكلم عن أرض اليوم عن مدينة تقصف يوميا. هناك مشكلة، أنا من البداية قلت لك هناك مشكلة في قراءة العدو، في توصيف العدو، في توصيف الهدف أين، وكذلك استخدام الموارد بشكل صحيح. وأنا أعتقد حتى مسألة الحواضن هي فيها يعني تضخيم كثير ولدواعي سياسية بالدرجة الأولى. طيب، لدينا الكثير من المشاركات من المشاهدين حول هذا الموضوع. جمعة غانم يقول حكومة العراق فاشلة وسيؤدي ذلك إلى اللا دولة. محمد نور يقول العملية السياسية في العراق تدار من طهران ويقرأ عليها في قم وينفذها المالكي. عادل أديمو يقول المشكلات السياسية لا يمكن حلها بالحلول الأمنية. بلال العنزي يقول ماذا قدم المالكي للشعب لكي يرشح نفسه إلى ولاية ثالثة؟ دعني أتوجه بهذا السؤال إليك أستاذ محمد، على المستوى الأمني، على مستوى الاستقرار بالنسبة للمواطن، ما الذي قدمته حكومة السيد المالكي لكي يترشح مرة أخرى ويطلب تفويض جديد من الشعب العراقي؟ سيدي الكريم، قبل أن أجيبك على هذا بس يعني أشار إلى ما تفضل به ضيفك في الاستوديو، الداعش صناعة عراقية وليس صناعة أجنبية، لأنه حتى هي دولة العراق الإسلامية وأعلنت أنه تضم معها بلاد الشام وسميت داعش، وبذلك نحن معلوماتنا دقيقة في هذا الموضوع ومعلومات حقيقية، ليس من فقط شيخ عشيرة أو طرف، هذا من كل الأطراف ونتحدث بهذا. مسألة الترشيح هو هاي المشكلة، يعني نحن يعني البعض منا أو القليل منا لا يستوعب الديمقراطية. طيب أنت المالك من حقه يرشح وغيره من حقه لا لا، الكل من حقه يرشح، أي واحد من حقه أن يترشح، لكن السؤال الذي طرحه الأخ المشاهد يقول سأجيبك ماذا قدم يعني أنا أقول لك ترشح نفسك على أساس أنت أنا سأجيبك ماذا قدم وستتابع هذه الإنجازات. أنا سأجيبك، يعني بحقيقة الأمر هو برنامج أمني سياسي لا بد أن أجيب ولو هذا، ولكن وجهة نظري أنا أعتقد أنه هذه العمليات الإرهابية أستاذ مهند، وأنت كنت تحاورني كثيرا، قد حدثت بوجود القوات الأمريكية اللي هي قدرة والقوات البريطانية وغيرها وأكثر من هذا، ووصلنا إلى الحرب الأهلية ووصلنا إلى التفجيرات أكثر والخسائر أكثر. الذي أنا أراه تحقق أنه انسحبت القوات الأمريكية اللي هي في 16 دولة دخلت إليها ولن تنسحب، يعني لا زالت موجودة في ألمانيا وفي اليابان وفي غيرها. قد يكون هذا إنجاز أنا أعتبره، وأي عسكري يحمل رتبة عسكرية يفتخر بهذا الإنجاز بغض النظر عن المسميات، إنجاز للعراق سواء للسيد المالكي أو لأي سياسي أو لأي، المهم المحتل خرج من الأراضي العراقية. عندما تخرج القوات الأمريكية أعتقد هو هذا الانتصار، عندما تقاتل أنت بإمكاناتك الذاتية وتقلل من نسبة الخسائر. نعم الخسائر تحدث والخروقات تحدث، ولكن عندما نقارن كانت هناك مسببات وكان هناك من يعذر، أنه عندما تزداد الهجمات وجود قوات احتلال ووجود قوات أمريكية وبريطانية وغيرها، ولكن الآن ما هو المسبب؟ لماذا هذه الهجمة على أبناء الشعب العراقي؟ لماذا هذه الهجمة على الفلوجة عندما داعش تحتل الفلوجة وتعبث مقدرات؟ وضيفك قال أكثر من 300,000 قد هجروا من الفلوجة
في مناطق أخرى. طيب لا توجد قوات احتلال، لا توجد، هذا هي قواتكم المسلحة، لماذا لا نقبل في الديمقراطية؟ هذه صناديق اختراع، وكل شخص من حقه أن يجد نفسه كفوء ويستطيع أن يخدم العراق، الشعب هو من يقرر. وبالتالي نجده أنه ليس دعاية لأحد، ولا أنتمي لأي حزب، ولا مرشح لانتخابات. ولكن سألتني من باب التحليل، هنا أقول أنه هذه الإنجازات التي تحققت على مستوى أنه بناء المؤسسة العسكرية رغم ببطء ورغم الظروف، ولكن بدأنا بعد أن حل برايمر الجيش العراقي والشرطة العراقية، الآن لدينا أكثر من 18 فرقة، بدأنا بالقوة الجوية، لدينا طيران جيش، لدينا كثير من هذه الإنجازات قد تحققت. ولا وجود هذه القوات لكان وضعنا، أنت اليوم تتحدث عن 8 سيارات، لتكون 80 سيارة في اليوم، طيب. لم تكن هذه القدرة العسكرية الموجودة. دكتور مهند، ما رأيك؟ يعني المشاهد طرح السؤال، نحن طبعا لا نشكك في حق أي شخص يود الترشح، هذا حقه الطبيعي. المقصود هو أنت تنزل للانتخابات بناء على برنامج معين، بناء على إنجازات معينة إذا كنت في موقع المسؤولية من قبل، وبالتالي المواطن يعطيك تفويض لتمديد هذه المسؤولية أم لا. هل المواطن العراقي اليوم، الناخب العراقي، سيصوت للسيد المالكي بناء على إنجازاته؟ لا بلا شك، حضرتك تفضلت، يعني أنه كل من يتقدم للانتخابات في كل دول العالم لابد أنه يسبق إنجاز، عنده يعني تاريخ من الإنجاز ليستكمل إجراء. حقيقة الوضع في العراق لا يمكن أن تضعف وفقا للبصمات الرقمية المتردية، لا يمكن تتكلم عن إنجاز. أما مسألة الديمقراطية لا تقتصر فقط في الانتخابات، الديمقراطية بنى تحتية تستخدم فيها العدالة والمساواة والشفافية وكثير من مفردات الإدارة الرشيدة والقيادة الرشيدة، وهذا لن يتيسر في العراق في ظل الصراع السياسي والاحتراب على السلطة. هذا واقع العراق اليوم، لا يمكن أن نقفز عليه. الخندق الاجتماعي اليوم الموجودة، سني شيعي كردي، هذه اليوم باتت يعني تهدر القدرات والموارد العراقية. وبالتالي المواطن العراقي لا يزال ما عنده خيارات. المواطن العراقي لا يمكن أحد اليوم يتقدم للانتخابات إلا ضمن ستايل معين أو فلسفة معينة، مثل ما تعرف أن فلسفة الاجتثاث والمساءلة وكذلك. هذه قوانين يستطيع الكثير يتلاعب فيها في حجب الآخرين وحجب الكثير اليوم. أما مسألة يعني حسب الحظوظ، حسب القدرات، حسب الإمكانيات، أنا أعتقد المواطن العراقي أوعى بكثير من أنه ينتخب من أو يعزف عن من. لدينا حوالي دقيقتين، سأعطي دقيقة لك دكتور، وقبل ذلك دقيقة للأستاذ محمد في بغداد. أستاذ محمد، أحد المشاهدين أيضا يتساءل، جليل يقول: هل يوجد بصيص أمل، بصيص ضوء في نهاية النفق بعد الانتخابات؟ هل هناك أي أفق لتحسن الأوضاع الأمنية على الأقل؟ انسى الاقتصاد والتنمية وكل هذه الأمور، الوضع الأمني هل سيختلف بعد الانتخابات؟ بكل تأكيد سيدي، وباختصار شديد يعني، وأشكرك على تحت هذه الفرصة، هو البقاء للدولة وللشعب بكل تأكيد. وللعراق تمر كثير من الأزمات، وهذا الإرهاب مهما فعل اليوم ولكن مصيره أن ينتهي غدا. أعتقد أنه بعد الانتخابات إذا تحقق بوجهة نظر الشخصية أغلبية سياسية بتشكيل الحكومة، ستكون هناك إقرار للقوانين، ويكون هناك قانون صارم، وتكون هناك هيبة للدولة عندما تكون هناك قانون. أعتقد أنه إذا كانت قوانين قوية ورادعة سوف يكون نظام وستب الأمن. وبكل تأكيد هناك منظومة لتطوير هذه القوات المسلحة في عام 2014 و2015 إن شاء الله. ستأتي كثير من الأسلحة وكثير من المعدات التي بدأنا باستخدامها سواء من أمريكا أو روسيا أو من أوروبا أو من غيرها، وبالتالي فنقصنا من التجهيزات. الآن نسارع في سد هذه الفجوة، وبالتالي القادم إن شاء الله سيكون أفضل بعون الله. دكتور مهند، ما رأيك؟ بصيص أمل بعد الانتخابات فيما يتعلق بالوضع الأمني على الأقل؟ والله نتمنى أستاذ مهند أن يكون، لا نتمنى، لكن هل هناك مؤشرات؟ الأمنيات والواقع يختلف عن الأمنيات كثيرا. أنا لا أعتقد يعني هناك يعني الرؤية النرجسية اللي تكلم بها ضيفك، ولكن الواقع في العراق تحدياته كثيرة وتهديداته أكبر، وأعتقد السياسيين ليسوا على مستوى المسؤولية بقدر معالجة تلك التحديات. شكرا جزيلا لك دكتور مهند العزاوي، مدير مركز صقر للدراسات الاستراتيجية، على وجودك معنا مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لضيفنا من بغداد الأستاذ محمد العسكري، المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية. تتابعونا في الجزء الثاني من حوار الليلة. مسلح المعارضة يتراجعون في القلمون، والجيش السوري يتقدم بدعم من حزب الله اللبناني.
أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في هجوم بسيارتين مفخختين انفجرتا في شارع الخضري وسط مدينة حمص، ولم تتبنى أي جهة هذين التفجيرين. دخلت قوات الجيش السوري بلدة رانكوز في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المعارضة، لكن مصادر المعارضة أكدت أن القوات الحكومية دخلت أجزاء من البلدة فقط بعد غارات عنيفة وقصف مدفعي بدعم من حزب الله اللبناني. سنتناول موضوع تقدم الجيش السوري في القلمون بمزيد من التحليل في الجزء الثاني من حوار الليلة مع ضيفينا من اسطنبول. سيكون معنا عضو القيادة العليا للجيش السوري الحر العقيد مصطفى عبد الكريم، ومعنا أيضا من دبي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الأستاذ رياض قهوجي. دخلت قوات الأمن المصرية حرم جامعة الأزهر للسيطرة على أحداث شغب أثرها طلاب جماعة الإخوان بعد قطعهم الطريق بمحيط الجامعة. وفي جامعة عين شمس قامت قوات الأمن بإغلاق الطريق أمام الجامعة بعد وقوع اشتباكات بين طلاب الإخوان وأمن الجامعة. لا تزال وساطات القبائل مستمرة في أسوان جنوبي مصر للتوصل إلى مصالحة بين قبيلتي بني هلال والدابودية. وأكد أحد مسؤولي لجنة المصالحة أنه تم الاتفاق على الالتزام بالهدوء وعدم تجدد المواجهات بين الطرفين لحين انتهاء إجراءات المصالحة شريطها أن تتم خلال أيام. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تمسك بلاده بأجندتها فيما يخص ملفها النووي. وفي ختام الجولة الثالثة من محادثات فيينا قال ظريف إن طهران توصلت إلى تسوية مع القوى الكبرى بخصوص 60% من القضايا المتعلقة بملفها النووي. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأكد الرئيس الروسي على أهمية الدور الأردني في تسوية ما وصفها بالقضايا الصعبة في الشرق الأوسط. من جهته أكد العاهل الأردني على تقارب وجهات النظر الروسية والأردنية في الملفات الاستراتيجية. سوريا القلمون في قبضة الجيش السوري، هذا هو موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة. أرحب مرة أخرى بضيفينا، سيكون معنا بعد قليل من اسطنبول عضو القيادة العليا للجيش السوري الحر العقيد مصطفى عبد الكريم، ومعنا الآن من دبي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الأستاذ رياض قهوجي. أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بك أستاذ رياض مرة أخرى في هذا الحوار. تقدم لقوات الحكومة مدعومة بشكل أساسي من قبل حزب الله اللبناني في منطقة في بلدة رانكوز تحديدا في القلمون، هل كان هذا مفاجئا؟ يعني هذه العملية يعد لها منذ سقوط يبرود كما فهمنا. لا، ليس مفاجئا أو مستغربا، يعني ميزان القوة واضح هنا، خاصة بعد تأمين الدعم البشري والخبرة القتالية من جانب حزب الله، مع استمرار السيطرة الجوية وتفوق النيران المدفعية من جانب النظام السوري. إنما يعني من المبكر القول أن معركة القلمون قد حسمت بشكل نهائي، وأنه أن هذه الجبهة قد تم إسكاتها بشكل نهائي. القلمون هي منطقة جغرافية كبيرة مليئة بالجبال والتلال، وبالتالي هي منطقة ممتازة لحرب العصابات. يبدو أن الجيش الحر قد عدل من تكتيكاته في منطقة القلمون، فهو لم يعد يعطي أولوية للسيطرة على بلدات وقرى مع التفوق الجوي ومع انقطاع خطوط الإمداد من الجانب اللبناني، وبالتالي بدأ يعني الأجدى له أن يتحول إلى حرب عصابات، عدم التواجد في مراكز ثابتة تجعل منه هدفا سهلا للمحاصرة والاستهداف بالنيران الجوية والبرية. المرصد السوري لحقوق الإنسان، يعني هذا هو ربما الجهة الوحيدة التي يمكن أخذ أخبارها بنوع من يعني المصداقية.
يقول حزب الله يقود العمليات العسكرية من جانب قوات النظام في منطقة القلمون، وهو مدعوم من مسلحين موالين للنظام سوريين وغير سوريين، ومن سلاح المشاة السوري ومدفعية الجيش السوري. أيضا يقول المرصد أنه على الجهة الأخرى هناك مقاتلون من جبهة النصرة وعدة كتائب مقاتلة أخرى موجودة أيضا في محيط بلدة رانكوس. عندما تتحدث عن الجيش الحر أستاذ رياض، هل تشمل هذه المجموعات في الوقت نفسه إلى جانب الجيش الحر جبهة النصرة بالدرجة الأولى وباقي الكتائب المقاتلة؟ يعني طبعا هي تقاتل بشكل، يعني عليها أن يكون هناك حد أدنى من التنسيق فيما بينها كونها تتشاطر هذه الجبهة. إنما أسلوب عملها على الأرض، خاصة إن كانت بدأت تعمل اليوم بشكل خلايا صغيرة نسبيا بحرب عصابات، أيضا يمكن أن تعمل بشكل منفرد ومستقل عن بعضها البعض. إنما عندما هي تتشاطر السيطرة على بلدات ومدن ومناطق، طبعا فهي تكون مجتمعة. ومن هنا يعني من الصعب التفرقة بين جبهة النصرة والجبهة الإسلامية والحركات الأخرى التابعة للجيش الحر، كونها كما أشرت تعمل في منطقة جغرافية واحدة. وهذه إحدى نقاط الضعف من جانب المعارضة، هي تشتتها في مجموعات متفرقة وعدم وجود هيكلية واضحة وعدم يعني ابتعادها وانفصالها عن القاعدة عبر جبهة النصرة، مما يؤثر على حجم الدعم الدولي ومستوى الدعم العربي أيضا. يعني هذه من نقاط الضعف التي استغلها النظام بنجاح حتى اليوم. تحدثت أستاذ رياض قبل قليل على أنه من المبكر الحديث عن أنه الجيش الحكومي السوري وحلفائه سيطروا بشكل كامل أو بشكل أساسي على منطقة القلمون، ولكن المعاقل الأساسية التي كان موجود فيها مقاتلو المعارضة سقطت. يعني يبرود، رانكوس، النبك، كل هذه المناطق المحيطة يعني الأساسية التي كانت تعتبر الخزان الأكبر بالنسبة لهؤلاء المقاتلين سقطت. ما تبقى، البعض يقول أنه يعني سيأتي عاجلا أم آجلا. السيطرة تكون في سيطرة بشكل تام ومنع أي عمل للطرف الآخر. طبيعة الجغرافية لمنطقة القلمون وكون أن جزء كبير من مقاتلي المعارضة هم من أهل القلمون، لتكون حركتهم سهلة عبرها. ما حدث في القلمون هو أن دخول حزب الله أدى إلى إغلاق منافذ المعارضة مع خطوط الإمداد التي كانت تأتيهم من شمال لبنان وبعض مناطق البقاع. هذا الإنجاز الأساسي الوحيد الذي تم الوصول إليه خلال الفترة الأخيرة. إنما السيطرة على بلدات وقرى لا تعتبر بالأمر الكبير، إن كنا نتحدث عن منطقة جغرافية لا يزال حتى اليوم هناك عمليات للجيش الحر بها. يعني المعرة سقطت منذ فترة، بالأمس كان هناك عملية قرب معرة كمين أدى إلى سقوط قتلى من النظام وحزب الله. حزب الله هو يقود العمليات، هو مقاتليه يقومون بعمليات الهجوم والسيطرة ومن ثم تسليم مناطق السيطرة إلى جيش النظام والميليشيات التابعة له. إبقاء يعني انتشار هذه الوحدات في حواجز وفي مناطق ثابتة سيجعلها هدف سهل لكمائن وهجمات مباغتة من قبل الجيش الحر، الذي لا يزال يحتفظ لأماكن سيطرة له في غرب في الغوطة الشرقية والغربية وفي الريف الجنوبي للعاصمة. هناك يعني قدرة وليست سهلة، إنما لا تزال موجودة للتواصل
مع الجيش الحر في القنيطرة حتى درعا، وأيضا مع جهات القادمة من جهة حماة أو حلب. وبالتالي يعني الإنجاز الأساسي للنظام وحزب الله في القلمون حتى اليوم هي إغلاق بشكل كبير خطوط الإمداد التي كانت تأتي من لبنان. اليوم لبنان خط إمداد وحيد هو عبر حزب الله للنظام السوري. نحن بانتظار طبعا أستاذ رياض وصول العقيد مصطفى عبد الكريم، لم يصل إلى الاستوديو في إسطنبول، يبدو أنه يعني لديه عذر ما. على كل حال لو سألتك السؤال، يعني لو لم يكن حزب الله مشاركا في معارك القلمون، هل كان بإمكان القوات الحكومية السورية تحقيق مثل هذا التقدم؟ مهند، يعني علينا أن ننظر إلى مشريات الأمور. إن نظرنا إلى الجبهات بجميعها، حلب، إدلب، اللاذقية، درعا، وأحصينا إنجازات النظام على هذه الجبهات مقارنة مع جبهة القلمون وجبهة القصير سابقا، نشاهد أن الجبهات الوحيدة التي كان فيها إنجاز هي المناطق المحاذية للحدود اللبنانية حيث سيطرت حزب الله. وبالتالي الدليل ساطع هنا، لا يحتاج إلى نقاش، دخول حزب الله وقيادته المعركة على تخوم الحدود اللبنانية هو ما يعني قلب موازين القوى لصالح النظام ومكن النظام من البقاء. يعني سمعنا في خطاب السيد حسن نصر الله قبل بضعة أيام، قال أن اليوم بعد تدخل حزب الله، حزب الله استطاع أن اليوم بات النظام بأمان ولا يتوقع سقوط النظام السوري نتيجة تدخل حزب الله، وأن هذا التدخل كان متأخرا، كان على حزب الله أن يتدخل بشكل أبكر من ذلك لكان منع هذا الاندحار الكبير للنظام على عدة جبهات. إن شهدنا إلى الشمال هناك بالعكس هناك تقدم كبير للمعارضة، خاصة على جبهة اللاذقية في الغرب، وأيضا في درعا كان هناك تقدم كبير للمعارضة على عدة جبهات. طيب أستاذ رياض، يعني بانتظار وصول ربما العقيد مصطفى عبد الكريم إلى الاستوديو، معنا الآن عبر الهاتف من اسطنبول عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية للجيش الحر رامي دلاتي. أستاذ رامي، مرحبا بك من جديد معنا. نتحدث عن سقوط بلدة رانكوس وسيطرة القوات الحكومية وحزب الله عليها، هل كنتم تتوقعون مثل هذا الأداء؟ مساء الخير أستاذنا لك والمشاهدين. حقيقة أن التراجع المبدئي الذي جرى في منطقة رانكوس كان متوقع بالنسبة لنا، لكن مشكلة رانكوس مثل مشكلة يبرود. يعني أنت تتحدث الآن عن نقطة ضمن جبهة، واللي تتحدث عن جبهة كاملة. يعني منطقة القلمون تمتد من وادي بردة حتى يبرود وجيرود في جبال سلسلة جبال لبنان الشرقية، لا تتحدث أنت عن سقوط الكذا. النظام استخدم خلال رانكوس استخدم عملية الزراعة الطويلة، القصف بعيد مدى، لم يستطع أن يقتحم المدينة وهي محاصرة منذ فترة طويلة. وقعت رانكوس بين فكي كماشة من طرف حزب الله والميليشيات الفرق الموسم طرف القصف الكثيف جدا لقوات النظام. لكن بالمناسبة نؤكد أن ما زالت هناك جيوب مقاومة جيدة ضمن منطقة رانكوس، ليس الأمر سقوط كامل للمنطقة، المنطقة لا زال فيها جيوب كبيرة تقاوم حتى الآن. النظام ما صوره هو جزء من منطقة رانكوس القريبة من المنطقة من حدود دمشق وليس قريبا من حدود الجرود الجبلية الكبيرة في المنطقة. نحن نتوقع أن المنطقة قد لا تصمد صمودا كبيرا، لكن هذا في غرفة عمليات رانكوس كان متوقع خلال يعني آخر 5 أيام لصعوبة الإمداد وغرورة المنطقة جغرافيا وكثافة النار. وأيضا لا ننسى أن النظام قد ألقى على المناطق قنابل عنقودية خلال الساعات الأخيرة عندما عجز عن الاقتحام البري، قام بإلقاء قنابل عنقودية على المنطقة حتى غير تضاريس الأرض في بعض المناطق، وأنت تعرف أن المنطقة جبلية وعرة في تلك المنطقة. أستاذ رامي، من الذي يقاتل في رانكوس من طرفكم؟ من هي الكتائب التي تشارك في القتال؟
يعني إذا كنت تتحدث الآن عن رنكوس، فبالمقابل إذا كان هناك تقدم للنظام في رنكوس فيجب أن تتحدث عن تراجع كبير للنظام في مناطق أخرى كبرى، وأهمها يعني النظام ضرب في معقبه في حلب. قيادة المخابرات الجوية الآن يعني فرجت تماما من القيادة العسكرية والأجهزة الأمنية. لا لا، أتحدث أنا عن 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 رنكوس تحديدا أستاذ رامي. من الذي قاتل أو لا زال يقاتل من طرفكم في مناطق القلمون رنكوس ومحيطها؟ كل الكتائب التي مرابطهم من أهالي المنطقة، وهناك كتائب التي قدمت من منطقة القصير التي طرت باتجاه القلمون، هذه الجميع الكتائب لازالت تقاتل سواء الكتائب الإسلامية أم كتائب الجيش الحر في تلك المنطقة، بما في ذلك جبهة النصرة. نعم، جبهة النصرة فصيل أساسي من الفصائل المقاتلة في تلك المنطقة، ويعني تكلمنا سابقا عن وجود جبهة النصرة ككيان ثوري في الأرض السورية. إذن أنتم لا مشكلة لديكم بأن يعني تكون جبهة النصرة ضمن الكتائب التي تقاتل إلى جانبكم. نحن نتحدث عن هذا لسبب بسيط. أنت تعلم أن الدول التي تريد أن تدعم وعلى رأسها الولايات المتحدة تقول نحن لن ندعم الجيش السوري الحر لهذا السبب تحديدا، لوجود ما تصفه بالكتائب أو الفصائل غير المعتدلة التي قد تقع هذه الأسلحة بأيديها. هل أنتم يعني مرتاحون مع هذا الوضع؟ سيدي دعني نسأل الآن، وهل قدمت أمريكا دعما قبل أن تنشأ جبهة النصرة؟ الأمريكان إلى الآن لم يقدموا أي دعم عسكري حقيقي للثورة في سوريا. هم قدموا في أحسن حالاتهم علبة من البسكويت والشوكولا والعصير، وهذا ما سموه الأسلحة غير الفتاكة أو الدعم غير الفتاك للثورة السورية. هل قدم الأمريكان فعلا دعما للثورة السورية كعلى مستوى السلاح أو الذخيرة أو الأسلحة الحية؟ أقول أن الأمريكان هو عضو في المجلس العسكري ومن موقع المسؤولية لم يقدموا أي شيء. ثانيا بالنسبة لجبهة النصرة، أنا أقول أن الجثوة في جبهة النصرة لا زالوا إلى الآن ملتزمين بثوابت الثورة السورية، ولم يقوموا بأي فعل يستوجب أن يكونوا جهة إرهابية سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد العالمي. وأنت تعلم أن هناك معايير لتقييم الإرهاب في العالم، جبهة النصرة لم تخلق أي من معايير الإرهاب. نحن الآن نعتقد أن جبهة النصرة بوضعها الحالي هي فصيل ثوري مقاتل من فصائل الثورة السورية، ونحن قلنا سابقا للأمريكان شفهيا وكتابيا أننا لسنا معنيين بالتقييم الأمريكي لجبهة النصرة، وأننا كسوريين وكقيادة عسكرية سورية نحن من نستطيع أن نقيم من هذا الفصيل. هل هذا الموقف أستاذ رامي أيضا بالتنسيق مع الائتلاف الوطني السوري؟ حقيقة الائتلاف الوطني السوري هو واجهة سياسية للشعب السوري، الواجهة العسكرية هي المجلس الأعلى وقيادة الجيش الحر، والواجهة السياسية الائتلاف الوطني السوري إلى الآن لم يصدر أي بيان يدين جبهة النصرة أو يعتبرها حركة إرهابية. بالمقابل نحن وقيادة الجيش الحر وكقيادة الائتلاف أصدرنا بيانات متعددة في إدانة تنظيم داعش أو ما يسمى دولة العراق والشام الإسلامية. هذا الفصيل الإرهابي نحن نعتقد أن هذا الفصيل معزول اجتماعيا ومخترق امنيا وشاذ دينيا. هذا التصميم نحن كلنا رفضناه وقاتلناه باراده سوريا البحته عندما وجدنا ان البوصله في هذا التنظيم قد ابتعدت عن اهداف الثوره واتجهت بعض مآرب اخرى تصب في خانه النظام. فنحن قاتلناه بدافع داخلي، ونحن كنا اقدر على تقييم داعش. في المقابل ان امريكا صنفت جبهة النصرة كحركة إرهابية ولم تصنف تنظيم داعش، بل وقبل كل هذا لم تصنف بشار الأسد إلى هذه اللحظة كشخصية إرهابية، ولم تصنف نظام السوري حتى الآن كنظام إرهابي إلى هذه اللحظة بعد 300 أو 400 ألف شهيد. طيب يعني قبل أن أنهي المكالمة معك أستاذ رامي، دعني أسألك عن جبهتين أخريين. أولا حلب، هناك معلومات يعني في الأيام الماضية بأن قصف كثيف على حلب خاصة بالبراميل المتفجرة، ما هو الوضع هناك تحديدا؟ سيدي الوضع العسكري بالنسبة للجيش الحر هو وضع في تقدم، في ثبات، في استمرار عمليات جيدة، لكن النظام لا زال يعجز عن الاقتحام الميداني، فيلجأ إلى قضية البراميل لكسر إرادة الثوار بقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين. أنا أبشرك أن قتل الجيش الحر أو شهداء الجيش الحر هم العدد الأقل في كل ما يقتله النظام في حلب. النظام يرمي براميل عشوائية، الهدف منها كسر شوكة المقاتلين على الأرض بقتل ذريتهم، أولادهم، أهاليهم، نسائهم، رجالهم، كبارهم. هذا ما يحاوله النظام بعد أن عجز حقيقة عن الاختراق
الميداني على الأرض. هناك معارك وجها لوجه بين الجدار والجدار. أبشرك أن في منطقة حلب القديمة المعركة من الجدار إلى الجدار مع قوة النظام. واليوم حقيقة بدأ تمشيط فرع المخابرات الجوية وهو من أسوأ الفروع ثقة في الجمهورية العربية السورية. بدأ تمشيط فرع المخابرات الجوية في منطقة حلب وفي منطقة الليرمون هناك تقدم كبير، في محيط القلعة تقدم كبير، هناك انحسار في بعض الجبهات الريف، لكن بشكل عام الجيش الحر مستقر وثابت في منطقة حلب. جبهة الساحل أستاذ رامي، الآن حوالي 3 أسابيع مضت على يعني اشتعال هذه المعركة بشكل كبير وسيطرت المعارضة على أجزاء مهمة منها، معقل النظام، نحن نتحدث عن منطقة أساسية وحيوية بالنسبة للنظام، ما الذي جعلكم تصمدون وتحققون تقدم بهذا الشكل؟ من أين يأتيكم الإمداد سواء البشري أو العتاد العسكري؟ الإمداد البشري هم أهل المنطقة، الشعب السوري عندما قرروا انتفاضهم أهل المنطقة، لا يوجد أي إمداد بشري من أي جهة أو دولة خارجية، لكن الثبات، طبيعة الأرض الجغرافية، ضعف مقاومة وأجهزة الأمن وأجهزة الجيش الوطني الموجودة في تلك المنطقة هي أجهزة ضعيفة. ثانيا هذه المناطق فيها قلة لعدد الرجال من قوات النظام لأن هذه تمثل الخزان البشري، وهذا الخزان البشري قد اتجه إلى مدن الداخلية في حمص وفي إدلب وفي غيرها المدن ليقاتل النظام، فجاء ليقاتل ضد الثورة. فحقيقة كان هناك قلة وضعف وكان نقطة خاسرة رخوة للنظام. استغل الأخوة في الثوار ودرسوا هذا الأمر تكتيكيا وعسكريا وكان اقتحام منطقة واقتحاما موثقا بامتياز، وإلى الآن النظام عجز عن اقتحامها بسبب الطبيعة الجغرافية وبسبب عدم وجود الطرق البديلة والالتفافية. طيب. ظهر لدينا منذ 4 أيام ظهر حزب الله لأول مرة في تلك المنطقة واستطعنا قتل أكبر عدد ممكن، ولدينا أسرى من حزب الله، وأنا صرح أنه في أكثر من مكان النظام محرج في تلك المنطقة، قدم انغماسيين من حزب الله وماتوا جميعا، فشل في عملية اقتحام برج 45. الآن وصلنا لبعض الخبر أن النظام بدأ يضرب بعض الغازات السامة الخفيفة في منطقة كسب لعله يريد أن يكسر الإرادة كما عجز عن كسر إرادة الغوطة الشرطية فضرب عليها بالغازات السامة كما تعلم في ذلك اليوم الأسود، يحاول أن يحيد تلك السيناريو في أي مكان يعجز عن اقتحام من الناحية البرية. في نصف دقيقة أستاذ رامي، هل تتلقون مزيد من الإمداد العسكري، الأسلحة في هذه المرحلة؟ هل هناك إمداد عن طريق تركيا؟ لا سيدي، أكثر ما غنمناه، تعرف أنت خلال فترة الماضية تم غنم عدد كبير من المستودعات، هناك حوالي 4 مستودعات كبيرة جدا، كانت مستودعات احتياطية للجيش الثاني السوري، وأغلب السلاح جاء من تلك المنطقة، تنسى هناك مستودعات بنحة ومستودعات مهين ومستودع ضخم جدا كان موجودا في التل 45 أو النقطة 45، كان النظام قد دخره بأسلحة كبيرة وعتاد، هذا الذي ساعدنا على التسلل لمناطق السنبا وبعض المناطق الأخرى، والآن أصبحنا نملك نقطة ساحلية تمتد 3 كيلومتر في منطقة السمرة المطلة على البحر المتوسط، وهذا يعتبر تقدم إيجابي جدا بالنسبة للثوار. ليس هناك أي مدد وليس هناك أي زيادة في الدعم، بالعكس تماما، هناك محاولة للضغط على الثوار بشكل عام للقبول والرضوخ لأي حل عسكري سياسي بعد فشل جنيف 2 جنيف 3، لكن نحن الآن مصرين على الحسم العسكري، لم يعد لدينا في الأفق إلا الحسم العسكري. شكرا جزيلا لك الأستاذ رامي جلاتي، عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية للجيش الحر، كان معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أعود إلى ضيفي في دبي أستاذ رياض قهوجي، تأخرنا عليك أستاذ رياض، معلش تعليق لو سمحت على بعض ما استمعت إليه من السيد رامي جلاتي فيما يتعلق بمعركة الساحل تحديدا، ما الذي جعل المعارضة تحقق هذا التقدم ولو تقدم نسبي؟ يعني أعتقد أن هناك عاملين أساسيين، أولا كما أشار المتحدث من اسطنبول أنها كانت يعني لا يعتبرها النظام منطقة آمنة ويعول فقط على التضاريس بها لحمايتها، ومن هنا كان يعني لا يوجد فيها هذه القوة البشرية الكبيرة. وقوى المعارضة حاولت خلال الأشهر الماضية عدة مرات، أجرت اختبارات في تقدم وتراجع، كشفت قدراته، مراكز خططه الدفاعية ومراكز تواجده، وكانت هذه النتيجة. أيضا أعتقد أن هناك دعم وتسهيل عسكري كبير بالإمداد البشري والعسكري للتواصل، يعني تأمين خطوط إمداد عبر الأراضي التركية. أعتقد أن اسطنبول، أنقرة غير مرتاحة لنشوء كيان
علوي في مناطق الساحل وامتداد إلى لبنان، ومما يؤثر أيضا مع تواصل مع وجود مناطق الإسكندرون العلوية التركية. ومن هنا أعتقد أن من مصلحة الحكومة التركية إيجاد شرخ، إيجاد جيوب. طيب أستاذ رياض، دعني أسألك عن أقل من دقيقة، تفصل ما بين سيطرة النظام في الساحل ومناطق الحدود التركية. المتحدث قبل قليل السيد رامي دلاتي أشار إلى أنه هناك عناصر من حزب الله مشاركة في معركة الساحل وتم أسر بعضها بحسب تصريح، ولا أدري مدى دقة هذا الكلام. إذا كان هذا الكلام دقيقا، ماذا يعنيه ذلك؟ هل حزب الله مستعد للانخراط في جبهات أخرى غير القلمون في سوريا؟ قد يكون لحزب الله مراقبين مدربين، يعني لا أعتقد أن حزب الله يدرك أن مراكز قوته هي القريبة من مراكز إمداده داخل لبنان، وأن دخوله في معارك على جبهات الشمالية والجنوبية والساحل بعيدة عن الحدود اللبنانية لن تكون لصالحه. وبالتالي أعتقد إن كان هناك تواجد لحزب الله سيكون على مستوى مراقبين، مدربين، موجهين وغيره. أعتقد الوجود الأكبر للقوى البشرية هناك هي للميليشيات العراقية بشكل محدد. شكرا جزيلا لك الأستاذ رياض قهوجي، مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، كان معنا من دبي. موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربية. نلتقي على رأس الساعة.